السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله مع الحلقة الثانية من منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج نمبر 4 او صفحة رقم 4، وكان فيها الستوري الجميلة بتاعت صديقتنا نور، الطفلة الصغيرة الجميلة والاسرة بتاعتها. النهاردة هنبدأ مع بيج نمبر 5 او صفحة رقم 5، وعنوانها My Responsibility in My Family. My responsibility يعني مسؤوليتي، وعرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه responsibility، يعني مسؤولية المهمات اللي انا بقوم بيها in my family في الأسرة بتاعتي. فانا بيقول لنا draw, ارسم and write واكتب a sentence جملة to describe لتصف your job وظيفتك or responsibility او مسؤوليتك in your family in your family في الأسرة بتاعتك. فأنت هترسم وهتكتب جملة توضح الوظيفة بتاعتك أو المهمة بتاعتك في الأسرة بتاعتك. مرة كمان draw, ارسم and write وأكتب a sentence to describe your job or responsibility in your family. فأنت مطلوب منك أن أنت ترسم وتكتب جملة to describe لتصف your job الوظيفة بتاعتك or responsibility أو المهمة بتاعتك in your family في الأسرة بتاعتك. وهنا مدينا فريم جميل كده المفروض ان احنا نرسم فيه ال responsibility أو المسؤولية بتاعتنا أو الجوب بتاعتنا in our family في الأسرة بتاعتنا. واحنا عرفنا المرة اللي فاتت يا أصحابي ان في مجموعة كبيرة من الجوبس والresponsibilities على سبيل المثال كانت موجودة في نورز فاميلي أو في العائلة أو في الأسرة الخاصة بصديقتنا نور. تعالوا نفتكرها تاني مع بعض. زي ما عرفنا أن أول حاجة كل واحد كان بيساعد في البيت، everyone helps in my house. تاني حاجة عرفنا أن بابا وماما بيشتغلوا طول النهار أو أثناء النهار، my mom and dad work during the day. عرفنا كمان أن الجدة والجد بيعتنوا بأخوهم الصغير سمير، my grandma and my grandpa take care of my brother سمير. وعرفنا كمان ان الجدة بتروح السوق تشتري طعام منه، grandma goes to the market to buy food. وعرفنا كمان ان الجدة بتطهو العشاء وبتحضر العشاء، grandma also cooks dinner. وعرفنا كمان ان نور وسارة اختها الكبيرة بيساعدوا الجدة في اعداد العشاء، my big sister and I helps her prepare dinner. وعرفنا كمان ان هما بعد ما بياكلوا بيساعدوا بعض في تنظيف المطبخ، after we eat everyone cleans the kitchen. وعرفنا كمان ان الاب بيساعد نور وبيساعد اختها في اعداد في عمل الهومورك بتاعهم، Dad helps my sister and me with our homework. وعرفنا كمان ان الام بتنظف المنزل، my mom cleans the house. وعرفنا كمان ان الاخت الكبيرة سارة بتساعد الام في تنظيف المنزل، my big sister Sarah helps my mom clean too. وعرفنا كمان ان لو في حاجة مكسورة الاب بيصلحها، if something breaks in the house my dad fixes it. عرفنا كمان ان نور ساعات بتصلح الحاجة المكسورة مع باباها، when the leg of our table broke my dad let me help fix it too. وعرفنا كمان ان نور بتستمتع بان هي بتساعد في الاسرة بتاعتنا وقالت I really enjoy being helpful to my family. كل دي كانت مسؤوليات موجودة في نورز فاميلي او في الاسرة الخاصة بصديقتنا نور. انت ممكن ترسم هنا one of these responsibilities، مسؤولية من المسؤوليات دي انت بتعملها في البيت بتاعك، وتكتب عنها sentence او جملة. فمثلا انت مثلا تكون بتساعد في تنظيف المنزل، فترسم هنا صورة لنفسك وانت بتساعد في تنظيف المنزل وتكتب هنا sentence بتقول مثلا
I help أنا أساعد in cleaning the house. ممكن تكتب أي حاجة تانية، ممكن تكتب مثلا I help in prepare dinner، وترسم نفسك وانت بتساعد الجد أو الجدة أو ماما أو بابا في تحضير العشاء. ممكن كمان تكتب، ممكن ترسم نفسك وانت بتصلح الحاجات المكسورة، وتكتب هنا مثلا I fix broken things، يعني أنا بصلح الحاجات المكسورة. ممكن تلاقي jobs كتيرة أو responsibilities كتيرة موجودة في الفاميلي بتاعتك، شوف انت اللي بتعمله ايه وترسم هنا صورة ليه، وكمان تكتب هنا sentence أو جملة توضح فيها ال responsibility دي أو الجوب دي اللي انت بتعملها في الفاميلي بتاعتك. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 6 أو رقم 6 وعنوانها Graphing Our Family Responsibilities. Graphing يعني الرسوم البيانية، يعني ان انا اعمل رسم بياني امثل البيانات الخاصة بالفاميلي Responsibilities او بمسؤوليات الاسرة في شكل رسم بياني. واحنا عندنا في المنهج بتاع الماس بتاع السنة دي موجود الجرافس والجرافينج ريبريزنتيشنز او الرسوم البيانية باشكالها المختلفة، وشرحنا اوريدي منها حصتين، تقدروا تتفرجوا على الدروس بتاعتها موجودة عندكوا على قوائم التشغيل، هتستمتعوا بيها كتير وهتفيدكوا كتير جدا. فهنا بيقولك ان احنا نعمل جراف او رسم بياني يوضح الفاميلي ريسبونسبيليتيز او المسؤوليات الخاصة بالاسرة بتاعتنا. هنا بيقول لنا our family يعني اسرتنا. مرة كمان graphing our family responsibilities، وبيقول لنا هنا pick يعني اختار four jobs اربع وظائف students have in their families. الطلبة بتوعنا في الكلاس روم ممكن يكونوا بيعملوا الجوبس دي او الوظائف دي in their families في الاسر بتاعتهم. يعني احنا عايزين دلوقتي نختار اربع وظائف، الطلبة كلهم او اغلبهم بيقوموا بعمل الوظائف دي في الفاميليز بتاعتهم او in their families. بعدين بيقولك draw a picture، ارسم صورة showing each responsibility بتوضح كل وظيفة. هنرسم ايه؟ صورة بتوضح كل وظيفة، كل وظيفة من الوظائف دي. بعد كده بيقولك complete، اكمل the bar graph الرسم البياني بالاعمدة to show لتوضح how many students كم عدد الطلبة have that job بيقوموا بالوظيفة دي in their family في أسرتهم. يبقى مرة كمان احنا هنختار اربع وظائف يكون بيقوم بيها اصحابنا في الكلاس روم في الاسر بتاعتهم او in their families. بعد كده هنرسم صورة توضح كل وظيفة، كل مسؤولية من المسؤوليات دي، وبعدين هنعمل complete للبار جراف، يعني هنعرف كل وظيفة من الوظائف دي بيقوم بيها كم طالب في الأسرة بتاعته، ونعمل complete للبار جراف اللي هيوضح لنا عدد الطلبة اللي بيقوموا بكل وظيفة. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي عندنا بار جراف زي ما احنا شايفينه قدامنا. هنختار four jobs. انا مثلا اخترت اول حاجة clean the house تنظيف المنزل، تاني حاجة buy food from the market ان احنا نشتري الطعام من الماركت او من السوبر ماركت، تالت حاجة clean the kitchen تنظيف المطبخ، بيساعده في تنظيف المطبخ، رابع حاجة fixing broken things اللي هو اصلاح الاشياء المكسورة. فاحنا هنا عندنا four jobs زي ما احنا شايفين قدامنا. كل وظيفة من الوظائف دي او كل responsibility او كل مسؤولية من المسؤوليات دي المفروض ان احنا هنعد عدد الطلبة اللي بيقوموا بيها في الاسر بتاعتهم او in their families، وبعدين هنوضح كام عدد الطلبة اللي بيقوموا بكل responsibility من ال responsibilities دي in their families. فمثلا لو قلنا clean the house لقينا مثلا اللي بيقوم بالجوب دي في الفاميلي بتاعته مثلا عندنا 20 students او 20 طالب، يبقى عندنا هنا اول وظيفة بيقوم بيها 20 طالب. هنعمل coloring هنا او هنلون هنا لحد number 20 او رقم 20. لو مثلا لقينا ان buy food from the market او شراء الطعام من السوق بيقوم بيه مثلا 10 students او 10 طلبة، فهنعمل هنا coloring او هنلون لحد number 10. لو لقينا مثلا clean the kitchen بيقوم بالجوب دي مثلا 15 students او 15 طالب، فنعمل هنا coloring حتى رقم 15.
ولو لقينا اخر جوب اللي هي fixing broken things او اصلاح الاشياء المكسورة بيقوم بيها مثلا 8 students او 8 طلبة، فهنعمل هنا coloring لحد رقم 8. وزي ما قلتلكوا قبل كده يا اصحابي، الارقام دي ممكن تتغير بناء على عدد الطلبة اللي بيقوموا بكل وظيفة في الكلاس روم بتاعكو او في الفصل بتاعكو. المهم ان انتوا تكونوا عارفين ايه المطلوب مننا في السؤال وازاي نحله. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج نمبر 7 او صفحة رقم 7، وده اول lesson 2 الدرس الثاني في chapter 1 a day in my life، يوم في حياتي. وعنوان البيج هنا good morning نور، good morning نور، صباح الخير يا نور. think about، فكر في، the problems، المشاكل، نور faces، نور بتواجهها، in the morning، in the morning، في الصباح. follow along as the teacher reads، يعني اتبع جنبا الى جنب، اتبع مع المعلم بتاعك على طول وهو بيقرأ. فانا هقول الجملة وانتوا قولوا معايا علشان خاطر لما تيجوا تعملوا reading للsentences دي مرة تانية تقدروا تقروها بشكل سليم. ونقول مرة كمان good morning نور، think about the problems نور faces in the morning، follow along as the teacher reads. وهنا اول حاجة بيقولها لنا I am very busy every day، I am very busy every day، انا مشغول دايما، very جدا، busy مشغول، every day كل يوم، I am very busy every day. first اولا my sister and I، اختي وانا، get ready، بنستعد، for school، for school، للمدرسة. first my sister and I get ready for school. we have to، نحن يجب علينا، have to يعني يجب ان، share a bathroom، share a bathroom ان احنا نشارك الحمام، ما عندنا غير حمام واحد في البيت فكلنا بنتشارك فيه، فاحنا بنعمل حاجة احنا بنتشارك في الحمام. my sister Sarah takes a long time to get ready، اختي سارة بتاخد وقت كبير علشان تستعد، فبتعطلنا. my sister Sarah takes a long time to get ready، my sister Sarah takes a long time to get ready. she makes us late sometimes، she makes us هي بتجعلنا late، متأخرين، بنتأخر، sometimes أحيانا، sometimes أحيانا. ونقول مرة كمان I am very busy every day. first my sister and I get ready for school. we have to share a bathroom. my sister Sarah takes a long time to get ready. she makes us late sometimes. بيقول لنا كمان my mom، أمي، tells us، بتخبرنا، to set a timer، to set a timer ان احنا نضبط مؤقت اللي هو منبه، يعني to set a timer ان احنا نحط timer ان احنا نضبط مؤقت، حاجة زي المنبه كده. my mom tells us to set a timer. this way، بهذه الطريقة، Sarah will get ready faster، Sarah أختي will get ready، سوف تكون مستعدة، faster بشكل أسرع، أسرع يعني. بعدين بيقول لنا before we leave، before يعني قبل، we leave نحن نغادر، قبل ما ننزل من البيت، we eat a quick breakfast، we eat احنا بناكل، quick breakfast يعني فطار سريع، quick يعني سريع وbreakfast يعني فطار. before we leave we eat a quick breakfast. grandma، الجدة، made us full، بتعمل هولنا علشان خاطر ناكله بسرعة. grandma made us full. I am still hungry، I am still hungry، انا مازلت جائع. I am still hungry، انا مازلت جائعة، نور لسه جعانة، still يعني مازال، وhungry hungry يعني جعان. grandma، الجدة، makes me، بتصنع لي، بتعمل لي، a fruit salad، سلطة فواكه، as well، أيضا. I am still hungry، grandma، الجدة، makes me a fruit salad as well. وآخر حاجة بيقولها لنا هنا يا أصحابي my sister and I، أختي وأنا، walk to school، بنتمشى، بنمشي، to school، إلى المدرسة، together، together معا.
My sister and I walk to school together. The road, الطريق can be ممكن أن يكون very busy. زحمة جدا، مشغول جدا، الطريق بيبقى زحمة جدا. The road can be very busy. I ask her, أنا بسألها، أنا بطلب منها to hold my hand، إن هي تمسك إيدي. I ask her، أنا بطلب منها to hold my hand، إن هي تمسك إيدي. This way، بهذه الطريقة، I stay safe، أنا بفضل في أمان. This way، I stay safe. I am happy when we finally get to school. I am happy, أنا سعيدة. When we finally, when عندما we نحن finally أخيرا get to school بنصل إلى المدرسة. I am happy when we finally get to school. I wonder, أنا بتساءل, what we will do today. What, ما أو ماذا, we نحن will do today, سوف نفعل اليوم. ونقولها مرة كمان. My sister and I walk to school together. The road can be very busy. I ask her to hold my hand. This way I stay safe. I am happy when we finally get to school. I wonder what we will do today. وبكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم. وإن شاء الله المرة الجاية نكمل شرح Lesson 2 في Unit 1 أو في الوحدة الأولى. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 استفاد أو 1000 تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان. وانا هسيب لكم الصفحات اللي احنا شرحناها موجودة على الصفحة وعلى المجموعة لو حابين تطبعوها وتنزلوها لحد ما تستلموا الكتاب، مفيش اي مشكلة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.